السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية. اليوم راح نخلص موضوع الثيرموداينامكس. احنا اوريدي خلصنا بالمحاضرة السابقة قانون رقم 0 وقانون رقم 1. اليوم نخلص قانون رقم 2 وقانون رقم 3 ان شاء الله، ويخلص الموضوع مع الثيرموداينامكس. زين، نشوفون بالمحاضرة اول سلايد. هذا السلايد هو نفسه السلايد القديم اللي جبت لكم اياه من ذاك المحاضرة، حتى بس اذكركم. The four laws of thermodynamics summarize the most important facts of thermodynamics. احنا عندنا هاي الاربع قوانين. احنا قانونيا القديمات الصفر وقانون صفر وقانون واحد خلصناها بديش محاضرة. هسه احنا راح نجي نركز على قانون الثاني وقانون الثالث. زين، بالقانون السكند لو، هسه احنا موضوعنا هو راح نبدي بالسكند لو والثيرد لو، قانون الثاني والثالث. السكند لو، the second law of thermodynamic asserts the existence of a quantity called the entropy of a system. اليوم عندنا موضوع، شوفوا طلاب، بموضوع الثيرموداينامك بالبات بالقانون الثاني والقانون الثالث عندنا فد كلمه راح تصادفها كلش هوايه، كلمه الانتروبي. الانتروبي راح اعلمك بالسلايد الجاي، راح اعلمك شنو معنى كلمه انتروبي وشلون تتعامل وياها بهذه المحاضره. And it states that when two isolated system، عندك اثنين system isolated in separate but nearby region، يعني شنو هي؟ صحيح isolate بس وحده قريبه من اللخ. مثلا عندك انت غرفتين بشقه، هي صحيح الغرفتين هي isolated، منفصلات، الغرفه الاولى منفصله عن الغرفه الثانيه. مثلا عندك غرفتين بشقه بس هم شنو يقول لك؟ nearby regions، وحده قريبه من اللخ. زين، يقول لك الغرفة مثلا each in thermodynamic equilibrium in itself. مثلا عندك غرفة درجة حرارتها خلينا نقول 20 درجة مئوية، واللخ درجة حرارتها 30 درجة مئوية، فش معناها كل وحدة in thermodynamic equilibrium in itself، يعني هي بحد ذاتها كل غرفة لها درجة حرارة مختلفة عن الغرفة اللخ. يقول لك at sometimes، يعني ويا الوقت flowed to interact breaking the isolation. اذا انت خليتها مع الوقت، مع استمرارية الوقت، راح يصير فد breaking او isolation اللي separates the two system allowing them to exchange matter or energy. مثلا تشوف غرفة كلش حارة وغرفة باردة، مع الوقت انت برغم من هذا الايزوليت اللي انت مخليه، راح يصير فلود او حيصير انتراكت، حيصير بريك لهذا الايزوليتنج سيستم. مع الوقت راح الغرفة درجة الحرارة العالية راح تسوي وارمينج، او راح يصير فد اكستشينج بالانرجي بين الغرفتين. يعني هذا معنى انا دا اجيب لك كلمة غرفة شلون اقول لكم، دا افهمكم الموضوع انه شنو معنى thermodynamic equilibrium in itself. خلي ابسط لكم اياها. اذا عندك مكان حار ومكان بارد، هسه سؤال بسيط، او غرفه حاره وغرفه بارده، ايش تتوقع الحراره تنتقل منين؟ من البارد للحار، من الغرفه البارده للحاره، لو من الحاره للبارده؟ اكيد جوابك راح يكون هو انتقال الانرجي، او الانتقال اللي يسويها باعوا كاتبين اكستشينج اوف ماتر او انرجي، راح يصير من الغرفه الحاره الى الغرفه البارده وليس العكس. صحيح، لان هو الحراره تنطلق من المكان، من الانرجي، من الغرفه الحاره الى الغرفه البارده. فهذا هو لخصت لك موضوع السكند لو اوف ثيرموداينامك. السكند لو اوف ثيرموداينامك هسه راح تشوفون. زين، راح تشوفون هنا بالسكند لو ما ثيرموداينامك كلمة انتروبي. انتروبي خلني اشوف شنو معنى كلمة انتروبي. انتروبي a measurement of degree of randomness. يعني خلي اقول لكم بصورة بسيطة، عندك مثلا بالون او 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 خلينا نقول كونتينر، او خلينا نقول اي عندك مثلا فد علبة بها غاز، الغاز له قابلية انه او اي ماتيريالز، زين، الى قابليه على الراندمنس داخل العلبه، زين، او مثلا داخل العلبه هو الى قابليه. هاي الراندمنس هو نفسه من يتجمع. هسه افهمكم شنو معنى كلمه يتجمع. على سبيل المثال، المي
هنا هو مي، صحيح؟ المي مو ممكن ان يكون ثلج؟ هسه انت مي حطيته بعلبه، المي من تحطه بالعلبه راح ينتشر على كافه اطراف العلبه، صحيح؟ المي راح ينتشر على كافه اطراف العلبه، بس المي هو نفسه اذا يكون ثلج، اذا يكون ثلج ما راح ينتشر على كافه اطراف العلبه، اذا هي قطعه ثلج صغيره ما راح تنتشر، راح تظل فقط في جزء معين. هاي هو الانتروبي. الخص لك موضوع الانتروبي بالمي، المي في حالته السائله الانتروبي مالته هاي راندمنس، عشوائي، الى قابليه على التمدد. خلي نسمي الانتروبي تمدد، بس هو ولو هو بالعربي ما يطلع بهالمصطلح، يعني هو خاطئ هذا المصطلح، بس اسهلكم يا خلينا نسميه تمدد. المي بحالته السائله الى قابليه شوفوا يتمدد داخل العلبه، ولكن في حاله الصلبه ما يتمدد، يظل في مكان واحد داخل العلبه. زين، سؤالي A measurement degree of randomness of energy in a system. سؤالي إذا هو كانت الانتروبي ناصية، باعوا low entropy، إيش تتوقعها؟ هل الراندمنس العشوائية مالته عالية أو ناصية؟ بما إنه هو ناصية، خلينا نقول الثلج، الثلج ما ناصي معناه تمدده قليل، ناصي معناه تمدده قليل، معناها low randomness. بينما إذا كانت الانتروبي عالية، من قد تسمع انتروبي معناها التمدد، معناها التمدد مالته عالي، معناها هاي راندمنس. هذا هو الانتروبي ومعنى الانتروبي. ومن يجيك كلمة انتروبي تذكر المي في حالته، هو نفس المركب ماء، بس يجي بحالة سائلة يتمدد بالعلبة، ويجي بحالة صلبة ما يتمدد بالعلبة، نسميه راندمنس أو نسميه الانتروبي أو نسميه degree of randomness. هذا هو معنى الراندمنس. وعندنا رمز الانتروبي هو S. S من الفاينل للانيشيال، يعني الفاينل للانيشيال. شلون هو واحد من درجة الحرارة، خلينا نقول المي كان بالفاينل هو مي، ويعني هو كان يعني شلون الى من درجه الحراره باختلاف. هسه اشوفكم شنو معنى كلمه فاينل وانيشال بالسلايد الجاي. بس هو الانتروبي دائما تكون داش، دائما يكون بوزيتيف ما يكون نيجاتيف، لان انت هسه قطعه الثلج ويا الوقت تموع، يعني كانت الراندمنس مالتها لو وصارت الراندمنس مالتها عالي. هسه افهمكم شنو معنى بوزيتيف مالتها دائما تكون بوزيتيف. بس ايدك تتذكر هنا الاس معناها انتروبي. شباب عندك هنا مثلا غاز، الغاز الهيدروجين، الغاز شوفوا كان هو كان هايلي اودر بهاي الصيغه H2، يكون هو هايلي اودر، بس نفس الغاز اذا يكون بصيغه 2H حيكون بصيغه الراندم مالته حيكون عالي او الديس اودر مالته عالي. شوفوا شلون كان مثل قطعة الثلج، وشنو صارت تمدد. مثلا المي اول شيء تحطه ثلج، حطه ويا الوقت، حطه بدرجة الحرارة همينه راح يتمدد. فبما انه دا يتمدد الفاينل دائما تكون اعلى من الانيشيال. الفاينل تشوفون لان هو تمدد، هو في حالة تمدد بدرجة الحرارة الاعتيادية. مثلا قطعة الثلج راح تتمدد بدرجة من تطلعها بدرجة حرارة الغرفة راح تتمدد، فهو دائما الفاينل أعلى من الانيشال. يعني أنت تخيل مساحة الثلج بقطعة صغيرونة وبين ما يتمدد، فالتمدد معناها هو الانتروبي. مثلا هذا الغاز، الغاز الهيدروجين بصيغته الـ H2 هو منكمش، هو يكون ما متمدد، بس من يكون بصيغة الـ 2H راح يصير دائما متمدد. فالانتروبي هل هو بوزيتيف لو نيجاتيف؟ الانتروبي دائما تكون بوزيتيف. اتذكر قطعة الثلج حطيتها بدرجة الغرفة، زين، قطعة الثلج راح تتمدد، هي كانت صغيرة وتمددت، فمن تمددت معناها صارت أكبر، فدائما تكون درجتها بوزيتيف. هاي هي معنى الانتروبي. زين، الانتروبي تشوفون هذه هي الانتروبي، كان ثو
of the measure of randomness of the system. يعني هو الانتروبي نقدر نحسب به الراندمنس او العشوائيه مال السيستم. مثلا ثلج ومي، الثلج الراندمنس مالته لو مو راندم، مو عشوائي، الثلج متجمع داخل نفسه مو عشوائي، بينما المي حطه في مكان لا عشوائي، يروح يصعد ينزل يحتل مسافه كبيره من المكان او العلبه اللي حطها. فهذا هو معنى الانتروبي او التمدد، ومثل ما قلنا قيمته دائما تكون بوزيتيف، لان هو من صغير دي يتمدد الى اكبر، من انيشال الى من الفاينل الى الانيشال، فاينل ناقص الانيشال. زين، السكند لو خلي الخص لكم اياه بصوره جدا بسيطه بهذا السلايد حتى يعلق دائما بذهنك شنو معنى السكند لو وشون انت يعلق بذهنك. شوفوا، if you keep the door open between two adjoining rooms، يعني انت عندك عندك غرفتين، يعني واحده بصف الاخ وواحده they are different temperature، the cooler room will become warmer، يعني انت الغرفه اللي كانت درجه حرارتها قليله راح تصير ادفى بسبب الغرفه اللي بصفها. فالانتروبي in isolated system that in not in equilibrium will tend to increase over time. هذا هو ملخص كامل للسكند لو. احنا خلصنا بالزيرو لو وخلصنا بالفيرست لو. هذا الملخص مالته دي يقول لك انه انتقال الحراره، انتقال الحراره من درجه الحراره العاليه الى الدرجه الحراره الاوطى. وطبعا هذا به تطبيقات جدا هوايه بالمحركات، وحتى اسال طلاب الهندسه راح تشوفون الى به تطبيقات كلش هوايه. هذا هو السكند لو اللي هو انتقال الحراره. زين، فهذا هو وات از ذا سكند لو اوف ثيرموداينامك. وهذا هنا شوفوا هنا بالثيرموداينامك بالسكند لو اعطيتكم مثال الايس. شوفوا احنا ليش قلنا دائما الانتروبي هي اعلى من صفر اللي هي ما تصير نيجاتيف، دائما تكون بوزيتيف. ليش؟ لان دائما باعوا الايس كان صغير تمدد صار مي. او مثلا جيبوا قطعة، مثلا خلني نطلع من الايس من الثلج، خلني نجيب زبد فقطعة من الزبد وحطها طلعها من الثلاجة وحطها بدرجة الحرارة. الزبد كان الراندمنس مالته يعني كان الانتروبي مالته يعني ما متمدد، يعني هو منكمش زين على اللو راندمنس. بس انت من طلعته من درجة راح يسيح. هذا من يسيح سميناه تمدد، سميناه انتروبي. الانتروبي صارت اعلى، فدائما الانتروبي تكون بوزيتيف، لان دائما من الصغير الزبد او الثلج دا يكبر. وهذا هو مثال الايس. تشوفوا الايس كان حجمه صغير وصار اكبر تمدد. فهذا هو الانتروبي، وهذا هو السكند لو اوف ثيرموداينامك، وانتقال درجه الحراره من المكان العالي الى المكان الابرد يسويها يكون بيها وارمر. هذا هو السكند لو اوف ثيرموداينامكس. زين، هذا هو السكند لو اوف ثيرموداينامكس. وشوفوا بهذا السلايد بالسكند لو اوف ثيرموداينامكس is the law of heat power and the law of increase in entropy order to disorder. يعني الانتروبي دائما هسه انت طلع قطعه من الثلج، طلعها من الثلاجه وحطها بدرجه الحراره الغرفه، راح يصير increased بالانتروبي من الاوردر الى الديسوردر. يعني كان هو منتظم اوردر، كان هو قطعه الثلج منتظمه، صارت ديسوردر، صارت ماعت او صارت مو منكمشه. زين، فهذا هو السكند لو. وشوفوا هنا This law states that whenever energy transformed from one form to another form, entropy increase and energy decrease. Another statement of the entropy. ها كل هذا نحكي على الانتروبي بالisolated system will always increase over time. Then the second law also states that the changes can never be negative. Can never be negative. دائما الانتروبي هي بوزيتيف. اتذكروا قطعة الثلج كانت صغيرة من حطيتها بدرجة حرارة الغرفة كبرت، يعني صارت بسائلة مي. منو يحتل؟ منو يتمدد أكثر؟ الثلج والمي. أكيد المي يتمدد أكثر، يعني حالته الثانية
الفاينل هي اعلى، فالفاينل ناقص الانيشال دائما يعطيك بوزيتيف، لذلك يقول لك كان نيفر بي نيجاتيف. هسه راح نجي على الثيرد لو. هسه انتوا خلصتوا السكند لو، واتوقع السكند لو هو بصوره عامه بسيطة واجاكم فقط كلمه الانتروبي او التمدد، وقلنا هو انتقال درجة الحرارة من الغرفة isolated thermal equilibrium غرفة بغرفة اللوخ. أكيد من تفتح الباب راح تنقل درجة الحرارة من الغرفة الوارم أو الدافئة إلى الكولا الباردة. زين خلينا نجي على الثيرد لو. ها عفوا قبل ما نجي على الثيرد لو، هاي عندك هسه الهيت ترانسفير مال سكند لو. شوفوا قانونه جدا بسيط، الدلتا كيو، كيو هو الهيت زين، والسي هو الهيت كاباسيتي، والتمبرتشر قانون جدا بسيط. زين عندك هنا ثرموميتر، عندك مقياس مع الحرارة عالي بغرفة درجة بغرفة عالية، جيب مقياس مع درجة حرارة بغرفة حارة، وجيب مقياس مع الثرموميتر بغرفة باردة. ايش راح يصير؟ من وين مين تنقل الحرارة؟ من الغرفة الحارة للباردة ومن الباردة للحارة؟ أكيد راح تنقل الحرارة من الغرفة الحارة إلى الباردة. In the process of reaching thermodynamic equilibrium, heat is transferred from warmer object to cooler object. زين إلى أن ما يوصل إلى equilibrium، من يتساوون راح يوصل الى الاكوليبريوم للترانسفير الزيرو، يعني من يصير تساوي. هذا هو بكل بساطه السكند لو اوف ثيرموداينامك، وان شاء الله كان بسيط عليكم. خل نجي هسه على مساله واحده عندكم، مساله جدا بسيطه ان شاء الله، قانونها جدا بسيط على الانتروبي. هذا قانونها، اتوقعتوا يعني سابقا ما اخذين قوانين اصعب من هذا. الدلتا اس اللي هي الانتروبي يساوي لك الدلتا اتش في اللي هي الهيت اوف فابورايزيشن على التي التمبرتشر. طلاب المحاضره هذه كل التمبرتشر يريدوها بالكلفن، وهسه افهمكم ليش بالكلفن مو بالسيليزيا. هسه من اجيكم بالثيرد لو راح افهمكم ليش بالكلفن، واني ما مطالبين اني اعطيكم اياها بالمساله، اعطيكم اياها هي ايش قد كلفن. مثلا هنا يقول لك what is the entropy هاي المسألة، يعني يريد الدلتا اس، الدلتا اس يريد الانتروبي. شنو قانون الانتروبي؟ شوفوها كل السهل، يعني جدا تطبيقها سهل. هل مطيك الهيت اوف فابورايزيشن؟ مطينيها، قل لي نعم دكتور. the vapor state مطينيها، هذا الدلتا اتش في حتى حاط لك اياه، مطيك اياه كامل، هاي جايب لكم اياه من الكتاب. التمبرتشر مطيها، اي مطيها التمبرتشر 25 سيليزية، ال 25 سيليزية شقد بالكلفن تساوي لك 298. ها هي خلصت المسألة، طلعت انت الانتروبي. مسألة جدا بسيطة، بس عندي ملاحظة واحدة. احنا قوانين الثيرموديناميك بالقانون الثاني والقانون الثالث نستخدم الكلفن بدل من الدرجة السيليزية. خلصنا القانون الثاني كاملا، خل نجي الى الثيرد لو اوف ثيرمودايناميكس. الثيرد لو اوف ثيرمودايناميكس ان شاء الله راح ابسط لكم اياه. The entropy of a perfect crystal at absolute zero is exactly equal to zero. طلاب شوفوا لي كلمه absolute zero. قانون الثيرموديناميك الثالث دائما يكون بالابسوليوت زيرو، مو بدرجه حراره الغرفه، مو بدرجه الحراره الطبيعيه، بالابسوليوت زيرو، فقط بالاماكن البارده. الخيال الخص لكم اياها، القانون الثالث يركز على الاماكن البارده او على انتقال الحراره في الاماكن البارده فقط، الابسوليوت زيرو. زين هسه تقول لي شنو الابسوليوت زيرو؟ هسه راح افهمك شنو الابسوليوت زيرو. The third law is also stated in the form that include non-crystal system, so as glasses, عفوا as temperature approach the absolute zero. انا حعيدها 100 مرة. القانون الثالث ده يركز لك على الابسوليوت زيرو. شنو معنى كلمة absolute zero؟ هسه راح اجيكم على ال
مالتها شنو معنى كلمه ابسوليوتيو بس بالقانون بالسلايد الجاي، بس ايدك تتذكر لي شنو معناها the entropy of a perfect crystal. احنا هناك بالقانون اللي قبله ايش قد قلنا الانتروبي؟ قلت لي الانتروبي دائما تكون بوزيتيف، هنا الانتروبي يساوي زيرو بالابسوليوت زيرو. ما افتهمتوها؟ راح افهمكم اياها بالسلايد الجاي. زين شوفوا الطلاب، الابسوليوت زيرو، شوفوا الثيرد لو، الثيرد لو هو فقط بالابسوليوت زيرو. زين الابسوليوت زيرو هي ناقص 273. تخيلوا ايش قد الانجماد. شوفوا وين واصلين احنا درجه الصفر كلفن، الصفر كلفن، شوفوا بهاي هنا هنا بهذا السلايد الصفر كلفن يساوي لك 200 ماينس 200. ده تتخيلون ايش قد درجه الانجماد. بعد وين اكو انتروبي؟ بعد وين اكو تمدد؟ بعد مستحيل يصير تمدد بهيجي درجه انجماد، بعد مستحيل، بعد هيجي درجه ده تتخيلون وياي ناقص 273. بعد ماكو اي قابليه لاي تمدد لاي ماتيريال. هذا هو قانون يوصل مرحله كريستال، يعني شلون الالماز هاي يوصل مرحله من الكريستال بعد ما له قابليه على التمدد. ايش قد الالماس قوي على سبيل المثال من الكريستاليزيشن بعد ما له قابليه على التمدد، بينما بالقانون الثاني قلنا الانتروبي بوزيتيف لان انت هي تتمدد، هي مو بالابسوليوت زيرو بالقانون الثاني، مو بالابسوليوت زيرو يعني مو بالماينس 273 لا، هذاك القانون الثاني. القانون الثالث ده يقول لك بالابسوليوت زيرو الانتروبي تساوي صفر، يعني مو نيجاتيف بس هي مو بوزيتيف مثل بالقانون الثاني. زين ليش مو بوزيتيف؟ يعني ليش صفر؟ لان ما بهاي بهيجي درجة حرارة 203 بعد ماكو قابلية على التمدد، مستحيل تظل صفر ما يتمدد لان انت مجمدة الى درجة واصلة 273. فهذا الزيرو كلفن، الزيرو كلفن يساوي لك ماينس. فاني من اقول لك زيرو كلفن معناها هذا انجماد جدا ابسوليوت زيرو، هاي هو يعني واصل الزيرو كلفن الى ابسوليوت زيرو الى انجماد مطلق الى ماينس 273. خلي الخص لكم اياها، انت عندك ماده درجة حرارة ماينس 273، هل لها بعد قابلية تتمدد؟ مستحيل، يعني أنت واصل للمرحلة ماينس 200 بعد ما تتمدد. زين فشين يقول لك the third law of thermodynamics predicts that the property of a system and behavior of entropy in unique environment known as absolute temperature. الabsolute temperature يعني أنت دي يقول لك المادة system أو الماتيريال من تحطها بهاي الدرجة بعد الانتروبي يساوي صفر، معناها الانتروبي ما إلى قابلية على التمدد، مستحيل. The absolute temperature is the lowest temperature known. تخيلوا lowest temperature known يعني هي هذا 273 الزيرو كلفن lowest temperature known. Absolute temperature is also known as absolute zero in some circles and countries. فطلاب أريد أوصل لكم معلومة إنه الصفر كلفن يساوي لك ماينس 273، والقانون الثالث ده يقول لك إنه الأنتروبي الإنتروبي يساوي صفر. ليش الإنتروبي يساوي صفر؟ لأن المادة بعد بهيج درجة حرارة ما إلها قابلية على التمدد بتاتا، مستحيل ما تتمدد درجة حرارة ماينس 273. هذا هو القانون الثالث شباب طلاب، هذا هو القانون الثالث. القانون الثالث أريدك تتذكر هو انجماد absolute zero اللي هي lowest temperature اللي هي zero kelvin اللي هي minus 273. خلصناها. زين يقول لك الثيرد لو thermodynamics state every substance has a positive entropy. صحيح تذكرون بالsecond law قبلها احنا قلنا الانتروبي دائما تكون positive، لكن بالزيرو كلفن الانتروبي يساوي زيرو، لان شنو كلمه انتروبي؟ تمدد.
المادة ما إلها قابلية على التمدد، بينما الثلج من الطلع بالقانون الثاني من الثلج طلعته بدرجة حرارة الغرفة هل هو بوزيتيف؟ نعم بوزيتيف، لأن تمدد تمدد، كان ثلج صار مي تمدد فصار بوزيتيف. بينما بالإنتروبي بالأبسوليوت زيرو لا، هذا بات، شوفوا ركزوا لي على كلمة بات، لكن بالزيرو كلفن اللي هي ماينس هذا الانتروبي ينجمد بعد ماكو اي تمدد، صفر التمدد، الانتروبي يساوي صفر وليس بوزيتيف بالثيرد لو، لكن بالسكند لو الانتروبي تكون بوزيتيف. زين شوفوا هذا هو الثيرد لو، هذا هو الثيرد لو، تشوفون الانتروبي دائما تساوي لك صفر، ماكو بعد، لان ليش دائما لان انت بدرجه حراره ابسوليوت زيرو ناقص 273، فالانتروبي ما يصير لها تشينج، لو ما ادري ايش يصير بعد، خلاص انت وصلت الاقل درجه حراره اللي هي 200 الكريستلايزيشن. اتذكر الالماس، اتذكر الالماس او اتذكر الكريستال، هذا بعد ما له قابليه على التمدد بدرجه حراره 203 هيك لهالدرجه يوصل. بينما بالقانون الثاني اتذكر الثلج والزبد من تطلع من الثلاجة يموع، يصير الانتروبي بوزيتيف، بس هنا ماكو ماكو ابسوليوت زيرو، ابسوليوت زيرو هي ماينس 273 اللي هي زيرو كلفن اللي انت بعد مستحيل يصير بيها انتروبي. ان شاء الله اكون وضحت لكم الفرق بين القانون الثالث والقانون الثاني مال ثيرموداينامكس. حدنا هاي آخر مسألة بهاي المحاضرة، وحتى تفتهمون شنو الفرق وشنو موضوعها. بس قبل ما منروح للمسألة عفو، أريد أقول لكم أذكركم الفرق بين القانون الثاني والقانون الثالث. القانون الثاني الانتروبي تكون بوزيتيف، القانون الثالث الانتروبي تكون صفر. زين ليش الانتروبي؟ شنو معنى كلمة انتروبي؟ هي تمدد. زين ليش بالقانون الثاني الانتروبي بوزيتيف؟ لان انت عندك الثلج كان صغير كتلته، قصدي مو عفوا مو كتلته، يعني مساحته الراندمنس مالته كان يعني منكمش، بس تمدد. من تمدد بدرجه حراره الغرفه من طلعتها اكيد اكيد حيكون بوزيتيف، لان هو التمدد مالته صار عالي. بينما بالابسوليوت زيرو اللي هي طلب مال انجماد، يعني اكثر من انجماد اللي هي هذه مال الزيرو كلفن اللوست تمبرشر الماينس 273، مستحيل يصير تمدد لاي ماده موجوده على وجه الارض، يعني مستحيل يصير تمدد او انتروبي الهالي، لذلك نسميه الانتروبي يكون صفر اللي هي هنا قلنا ماينس 273. وبهالحاله انتم خلصتوا الفرق بين القانون الثاني والقانون الثالث. نجي على هاي اخر مساله، مساله جدا بسيطه. شوفوا وهاي هي القانون، قانون البي هو الفابور بريشر، عندك بالمسألة حيعطيك اثنين فابور بريشر، الدلتا اتش في اس احنا قلناها هذه هي الافرج اوف هيت فابورايزيشنز، التي هي التمبرتشر، وقلنا احنا التمبرتشر بالقانون الثاني والثالث دائما نريدها بالكلفن. زين وهذا هو كونستانت الار والتمبرتشر. زين شوفوا بالمسألة شو يريد، وات از ذا فابور بريشر؟ يريد هنا بي 1، يريد ال P1، شوفوا ال P1 مجهول، ال P2 موجود لو ما موجود؟ اي نعم ال P2 هذا مطيكم اياه ال P2. زين فانت ما طول مطيك ال P2 درجة الحرارة، شوفوها هنا ال P1 مجهول، ال P2 مطيك اياه هذا باعه the average عفو هنا ال P2 هذا 87 مطيك اياه هنا، هسه اطلع لكم اياه هذا هنا شوفوا ال 7.8 عفوا هذا P2 هذا باعه 7.8. شوفوا P2 حتى هو واضح يعني بالقانون كلش واضح، the vapor pressure P2 pi temperature زين يساوي لك 78، فال P2 مطيك اياها، اذا مطيك ال P2، ال P1 مجهوله. زين ال 9800 هل مطيك هو ال heat vaporization؟ بقى مطيك اياه كلش واضح، heat vaporization مطيك اياه 9800، خلص هاي مطيك اياه. زين يبقى ال 2.3 هذا هو constant انت حافظه، هذا هو مطيك اياه موجود،
يعني موجود مالت الدرجه بالكونستانت. الكونستانت الار مطيك اياه 1.987، مطي الار الكونستانت، يبقى لك الدرجات الحراره. درجه الحراره ايش قد التمبرتشر الثانيه من التمبرتشر، التمبرتشر الثانيه اللي شوفوها هنا التمبرتشر مطيك اياها تي 2 مطيك اياها 373. زين تي 1 ايش قد بدرجه حراره 95. شوفوا وات از ذا فابور بريشر بدرجه حراره 95. ال 95 ايش قد بالكلفن مالتها هي 368. فكلها معلومات، هذا القانون، هاي المساله كلها معلومه ما عدا البي 1. وبالمساله اني اقول لكم يعني اقول لكم الكلفن مالتها هنا انا معطيك اياها 95 درجه مئويه، بس انا حطيكم اياها بالكلفن بالمساله اللي هي 368. 368 وهو هنا التي 2 معطيك اياها اصلا، يعني معطيك التي 2 ومعطيك التي 1 ومعطيك الهيت فابورايزيشن ومعطيك الكونستانت ومعطيك البي 2، كلها معطيها، كلها معطيها، فقط البي 1 ما معطيها. وتطلع يطلع ويكون هذا هو تطبيق جدا بسيط بسيط لهذا القانون، يفهمك تطبيق التمبرتشر والكلفن والبريشر مالتها وشلون تقدر تحسبه. هذا هو قانون، مساله جدا يعني كلها معلومات. مطيك البي 2 شوفوها رجعوها رجعوا على المساله، مطيك البي 2 ومطيك الهيت فابورايزيشن وهذا 2.3 هو بالقانون. الكونستانت الار شوفوا ار از اكسبريس از 1.987 مطيك اياها، والدرجات الحراره كلها مطيها. فقط يمكن الشغله اللي 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 اعطيكم عليها ملاحظه، مطيك درجه الحراره، مطيك درجه الحراره مال تي 1 مطيك اياها بخمسه بالسيليزيه، انت فقط حولها الكلفن، والكلفن انا اعطيك اياها اصلا بالمساله اللي هي ال 95 يساوي لك 368 كلفن وخلصت. هاي اطلع الفجر وخلصنا احنا بهذه الحاله الثيرموداينامك بكل اجزائها، الصفر والواحد والثاني والثالث. واتمنى لكم هسه انتم يعني صاعدكم اطلاع كامل على هذه المحاضره وتم انهائها، واتمنى لكم كل الموفقيه. ومثل ما اتفقنا انه هاي المسائل وهاي كلها احنا جايب لكم اياها من الكتاب هذا من الماتن، وان شاء الله اي مشكله تواجهك تقدر ان شاء الله تراجعني او نسوي تشوفون شنو الموضوع. بس اريدك تتذكر وتشوف الفروقات بين الثيرموداينامكس لو، وكلها موجودة بهذا التسجيل اعطيتك اياها بصورة مفصلة كأنما انت بالمحاضرة ان شاء الله. واتمنى لكم يا رب كل الصحة والتوفيق، ويا رب يعني تكونون تجتازون هذا الوقت وتركزون على انه ما يصير عندكم تراكم بالمادة. واتمنى لكم كل التوفيق طلاب، الله يوفقكم. أيضا.